يا السلام عليكم يا معشر الجيمرز، معاكم ميكي كالعادة في فيديو جديد. ما نعرفش عليه حتى انتم تشوفوا فيه هزتي دي الجبيني حاصل. anyway كيما وعدتكم كي نوصل 10,000 سبسكرايبس نعمل فيديو درو ماي لايف. صحيح طبعا 11,000 سبسكرايبس. اما المفيد عملت درو ماي لايف فيديو. قبل ما نبداو معناتها ما تتوقعوش مني باش نعمل لك الحاجه كبيره على الاخر، خاطر معناتها مازال عمري 19 سنه، ماهيش درو ماي لايف حاجه كبيره، معناتها ما تتوقعوش برشا دراما ولا برشا حكايات كيما هكاكا. المفيد عملت الماكسيموم تاعي اللي باش نحكيه الكل، وقصه واقعيه معناتها ما كذبت في حتى شيء، كل شيء صحيح، حتى الحاجات اللي تضحك ممكن تلقاوها صحيحه اللي انا مش عليكم حاصلو. anyway نبداو. كيما نعرفش فينا نهار عام 1995 امي بابا كانوا ركشين، باش اتم بابا جاتو فكره باش يجيب فل، باش يعمل شين يوتيوب، باش يدخل في التي جي تي في، باش يولي اوكي يعمل بوز على فيسبوك، باش يخربقها والدنيا كلها. يا اخي تلفت لامي قالها ايه تحبي؟ يا اخي امي قالت له ايه تحبي؟ زاد قال ايه تحبي؟ يا حاسيلو هذا الكل ما يهمنيش، اللي يهمنا هو اللي احنا نقصد احنا معناتها سبيرمز كنا نتسابق وشكون يخلط الاول البويضه، خاطر كيما تعرفوا كيك يمشي الحال. ما نعرفش اسكو انت قريت سيونس ولا لا، ولا فوت النوفيام، كان فوت النوفيام وما تعرفش الحاجات هذايا اعرف رايك ما دخلتش تقرا سيونس كيف العبد لله معناتها. anyway زاد هذا زاد حكايه ما تهمنيش. كنا نحاسيلو نتسابقوا وكي باش نمشيو للبويضه، وبكوني انا كنت جينيس كما تشوفوا حتى لهنا في سبيرمز كان راسي كبير، هذاك راهو مش راسي كبير على حاجه، هذاك راسي كبير من ذكي، حتى وانا سبيرم كنت ذكي. قلت باش نقعد نجري انا تو، باش نقعد نجري وكلنا مع بعضنا ودرسيني، وانا زيد بيلت في ثنيه حاسيلو طويله ياسر ثنيه. تلفت لهم قلت لهم الوليد في بالكم حاجه؟ يا اخي الكل قاعد تغزر لك الوليد قطعوا خارطة ياك هو الوليد كلها قطعت وقعدت كاني انا ديك قطعت خام. قلت يا اخي انا مش نقعد 9 شهور وحدي، خلطت عليها مشيت حاسيلو يلزمني، قلت نستنبط نلقى شكون شي يقعد معايا والا نقطع معاهم ولا نشوف كيفاش الحكايه. عاد اخترت غاديك لقيت سبيرما بالفام معناتها وفازيت، عجبتني عجبتها بزنستها، قلت لها ظهر لي فيك تيليكوم خاطر قلبي يلاقي ياك هو تحت له، هزيتها ودخلت انا البويضه وقعدت استنى برا خاطر ما نجموش ندخلو زوز، والاولويه ديما لينا نحنا معناتها، خاطر انا جينيوس انا يلزمني نمشي، خاطر انا اللي باش نعمل شي يوتيوب فهمت. ياك هو فحشت بساقي اليمين ودخلت للبويضه، وسبيرما هذيك كانت اول جير فريند ليا معناتها، عدت معايا 9 شهور كمين، وقفت معايا وقفه على الاخر بصراحه حاسيلو. هذا كل هذا كل زاد ما يهمنيش، اللي يهم هو نهار لحد 9 جوان 1996 تحديدا من 3 متاع الصباح، من 3 الصباح كنت نسهر على روحي معايا سبيرما بالطبيعة خاطر ما نخونش انا معناتها ديما في ديل بكي في ديل يعيطولي، مصبحين على رواحنا درجة ان امي شدها الحس حبت تهبطني بالسيف معناتها، وانا ما حبيتش نهبط برجولي قاعد غادي كميك لشراب نوم جوي مريقل مش مهبطني. انا كنت ذكي ما نحبش نهبط، يا خوي صنقور سايبوني سايبوني، وذا زاد حكايه صحيحه معناتها امي توحمت على صابون اخضر وكلات الصابون الاخضر، ياك هو كلات الصابون الاخضر منه وانا زلقت. وبالطبيعه زاد عبد مخرجينه من سهريه وكان عامل جو لداخل جو امريكا، بالطبيعه قمت نبكي، حتى حد ما ضربني معناتها ناكد لكم، حتى حد ما ضربني اون ماي اس باش نكونوا متهنين معناتها، هبطت متصنقر وحدي. حاسيلو هذا كل زاد ما يهمنيش، وات ذا فاك ام دوين، اللي يهم هو اني كبرت وتربيت في حي الانطلاقة، كنت ياسر نعمل مشاكل حاسيلو وانا صغير، يا نضرب يا نتضرب، يا اخي امي خذت لي اتاري باش نشد الدار والريض. كان معايا صاحبي صالح، مش صالح اللي تعرفوه في الفيديوهات، لا صالح هذا واحد اخر، وكانوا معايا زاد ولاد حومتي اخرين كيما يوسف وفاضل ومحمد علي وبرشا عبيد حاسيلو، ما نحبش نسمي باش ما ننساش، اما ذوما اللي نتذكر معناتها اللي تربينا مع بعضنا واحنا صغار، ما كان صاحبي اكثر واحد فيهم هو صالح معناتها، كنا اخوات بريسك ديما بعضنا في الدار ديما نلعبوا كل شيء مع بعضنا. ياك هو من غادي بدي غرامي من الجيمينغ معناتها، ملي انا صغير بريسك 3-4 سنين بديت نلعب باللاتارية وكل شيء، كانت امي تلعب معايا معناتها كي بديش صالح حذية تبدا تقعد امي بحذية تلعب معايا، لعبنا سوبر ماريو كينغ كونغ داك هانتر نعرفش برشا حاسيلو لعب هايبر اولمبيكس
يا حسرة. وزيد كنت امي زيد ساعات تهزني لدار خالتي نقعد احليهم جمعة ولا ما عرفش كيف، نلعب مع ولاد خالتي بالبلاي ستيشن 1 خاطر وقتها ما عنديش بلاي ستيشن 1. وجو امريكي معناتها ملي انا صغير بريسك بدا يغرمي بالجيمينج، حتى وانا ما نفهم في حتى شيء كان ولاد خالتي عندي ولد خالتي كبير ديما يعلمني فازيت في البرو كل شيء. ملي انا صغير بديت نتعلم. حاسر كنت ذكي وسنجور ديما ابتياز في المكتب ديما نجي الاول وفازيت، اما كنت مغروم بالسبور ياسر ديما تكويره في البطحه ديما وعرك ديما وطيش الحجر وكمر وبرشا فازيت. حاسيلو يا اخي دارنا دخلوني كاراتيه، ترنيت يجي شهر بعد طردوني على خاطر شديت طفل ضربته ضربه مباشره في ال تي حاسيلو طردوني وكا هاو. بعد عاود شديت الدار غادي وين امي خذت لي جيم بوي، اما الجيم بوي كلي ما كانتش فكره مزيانه على الاخر معناتها خاطر الجيم بوي موبيل ديما تهز معاك وتخرج وعملت مشاكل زاد بها الجيم بوي. نتذكر وقتها نمشي نقول له انت عندك جيم بوي، يقول لي ليه، نقول له انا عندي جيم بوي موكش ليه. حاسيلو كليت ضرب شبعة ضرب وضربت زاد معناتها ما نكلش ضرب وحدي. حاسيلو نتذكر ضربت فل وحليت له راسه الحكايه هكايا نسيتها بالضبط الحكايه. anyway نتعدي. خذي لي بلاي ستيشن 2 من غاديك بدا يكبر الغرام اكثر واكثر معناتها نتاع الجو فيديو. ديما في الدار ما عندي ما نعمل، نخرج نعمل العركه نعمل كارثه كي نخرج تحصرت باش يحصروني في الدار خذوا لي بلاي ستيشن 2. في الوقت هذاك كنت نقرا السانكيه مكية، امي كانت ديما تسافر لايطاليا خاطر عندي خالاتي غاديك وحاسيلو برشا حاجات. بعد في عام 2006 بالضبط امي قررت باش تطلع تخدم غاديك معناتها باش تقعد غاديك برشا وقت. يا اخي نقلنا لباب الفله وين نسكن انا توا معناتها، وغاديك خاطر حذا درما ماتي ذيك علاش نقلنا لباب الفله خاطر درما ماتي وما عرفتش شنيا. اما قبل ما تسافر امي خذت البي سي بتبيع اول ما جاي البي سي صافي جي تي اس اندرياس هذيك معروف كيما الناس الكل. دخلت انترنت وسبع الاف نحكي معناتها من الاخر بديت نحس ان الجيمنج ولا انفورماتيك ولا كل حاجه اساسيه في حياتي معناتها، بالاخص اللي امي سنستني بهم والبي سي كانت اخر حاجه خذتها لي امي قبل ما تطلع لايطاليا. معناتها كنت كنشد بي سي يذكرني امي ويذكرني لي امي حابه تغرمني حابه تغرمني بالانفورماتيك، لكن البي سي ولا حاجه اساسيه ياسر في حياتي. نخرج نقرا ونروح نشد البي سي. حاسيلو بالطبيعة زاد في باب الفلة حومة جديدة أصحاب جدد في المكتب اللي قريت فيه زاد كانوا يعملوا جمعيات هكايا متاع هون بول وكل شيء يلعبوا كونتر مدارس أخرين. دخلت نترين معاهم لين صبعي تكسر ومازلت أهو مكسر تشوفوا هاكا عندي صباع مكسر ونوري فيكم هاكا بالمباشر. anyway التو مازال مكسر زاد صبعي على خاطر كي مشيت للقصاب قالوا لي لاباس، وبعد شهر قالوا لي صبعك مكسر وما يتصلحش هذيك عليه طونس. حاسس كل ما نزيد نكبر يزيد غرامي بالجو فيديو اكثر واكثر، وكنت معروف في الحومه معناتها بالحاجه هذيا. اي دخلت نترينا في الترجي وما نحبش نحكي برشا عليها الحكايه، مش على خاطر مش على خاطري انا ما على خاطر جمعيتي. anyway ما نحبش نحكي فيها الحكايه، نجم نقول كان طونس وكا هو معناتها نتجاوزوها الحكايه هذيا. وماهيش زاد حكايه كبيره على الاخر غير ما تجي ومكي شنو هي الحكايه واش بيك تعديتها ولا شنو هي الحكايه فارغ. حاسس نهار كونكتي على روحي لقيت باج اسمها تونيزيان جيمز تي في كان فيها 2000 جيم، وقتها حكيت مع جلاديو ودخلني في الباج. اما وقتها ما خدمتش فيها الجمله خاطر كنت في ايطاليا في الوقت هذاك ونقد في اوراقي وبرشا فازات اخرى. بعد مدة جا حذايا صاحبي صالح اللي هو متاع حي الانطلاق معناتها اللي خويا على الاخر متربي مع بعضنا، حاطين نلعبوا في سلندر مان هكايا واحد وانا نفرك فيهم معناتها نلعب في الجو هو بجنبي وانا نفرك فيهم على سلندر مان. في كيفاش ياكل معناتها ما عندوش فمه ما نعرفش شنيا، حاسيلو حكايات بساله هكايا ونضحكوا ما بينات بعضنا. قال لي مكي علاش ما تسجلش في فيديو وتهبطها؟ نجم نقول هذايا معناتها الديفياسيون بتاع بتاع مكي، كنت نورمال نلعب على روحي ومن غاديك تركب لي الحكايه. اما انا وقتها قلت له لا معناتها ما جانيش كوراج وكل شيء، وبالخص لي انا وقتها ما نعرف حتى يوتيوبر ما نتبعش يوتيوب جملة، نتبع كان شو ندخل ورك ثرو باش نشوف حكايه زاد ما نشوفش كومنتر. لكن الورك ثرو كان تذكروا قبل كانوا بلاش كومنتر جيست يوريك مين تعدى في الجو كين واحد. ياك هاو بعد ايامات زاد هذاك شنو صاحبي صالح جاي واحد قال لنا نقص مستاتي وتت الامبيراتيك راني من الفلاقه ولا ما نعرفش شنو. نخي عملت فيديو وقتها نفركوا فيهم عليه بالخسره عندي معريق سبام وبيراتاج قبل وكل شيء.
ذاك هو فركناه عليه وكل فيديو عمل بوز مزيانه معناتها شبع انفيتاسيونات شبع نوتيفيكاسيونات ابوني على اليوتيوب مساجات وكل فازيه حسيت بدات تعجبني الحكايه معناتها خاصه اني انا وقتها كنت هيبستر مغروم كان بالجو فيديو اليوم يغرفني بهم وما عنديش برشا معناتها اصحاب فزيت هذوك اللي كانوا يحسوني ديفيرون وقت فدلك تفدلك كما نفهمها كان انا حسيت قدامهم ياك هو بعد ما نجحت التفريق ركبت لي باش نسمع كلام صالح ونسجل فيديو كلمت ويش باش يرجعني في الباج مقابل اني قد فيديوهات معناتها ياك هو عملت فيديو اوتلاست بارت 1 جاب وقتها 50 جيم اللي هي حاجه خياليه بالنسبه لي انا بدو يوصلوا لي انفيتاسيونات معناتها اكثر ومساجات اكثر ونوتيفيكاسيونات اكثر وبدت تعجبني انا الحكايه فهمت وعملت اصحاب ولقيت عبيد معناتها تحبني كيف ما انا من غير ما خاطر معناتها حسيت لي فما عبيد كيف يا كي مغرومه بلي جو فيديو تبع جو فيديو تحب تتفرج تحب تضحك وكل شيء عجبتني الحكايه بشوية بشوية عملت باج والباج وقتها وصلت 1000 ونذكر وصلت 120 جيم نذكر فمش كون جي قال لي يا اخي تحب تولي بيودي باي وانا اصلا وقتها ما نعرفوش بيودي باي معناتها يا اخي دخلت كتبت بيودي باي في جوجل لقيت لي بيودي باي حاجة كبيرة ولقيت اللي السيد قرني بيودي باي هو ما في بالوش اللي هو معناتها قرني انديريكتومون مش كوتي قرني معناتها شبهني بيه وهو حاجة كبيرة كانت وقتها حسيت روحي اللي انا نجم نعمل حاجة مزيانة انك هو زيدك المساجيات اللي كيما يا معلم وراك خرجتني من ديبريسيون وكيب ات اب وفزت كيما انا كيك اللي نحسهم بالرسمي معناتها ولقيتك العباد لاهي بيا وكل شيء وقتاش جديد وبرشا فازات ونفرح كي نشوف نجي نزيد مساجاتك لنفرح كي نشوف عباد كيفك ويا معلم راك تحب تقدمنا وكل مره يزيد غرام شويه شويه لين نهار عملت عركه في الليسي وبابا لام عليا وقال لي نهار كل تعمل في فيديوهات وماكش ليه تقرا يا اخي قررت باش نبطل الفيديوهات والرياكسيون بتاعكم وقتها بالرسمي ماهيش عاديه الجمله معناتها مساجات تليفونات الكل الناس الكل فيسبوك سبام واحد حسيت لي فما ناس واقفه معايا معناتها وحسيت لي بالرسمي ربحت محبه الناس ما نكذبش عليكم معناتها كان ما جيتوش انتوما برشا حاجات كانت تتبدل في حياتي كنت ممكن ما نعرفش تي جي تي في ما نعرف حتى نمبر فيهم اللي هما تو معناتها اكثر من اخواتي اللي نمبر الكل واللي بالرسمي حياتي تبدلت كومبليتمون من اليوتيوب باش ما نقولش تبدلت كيما اليوتيوبرز البرا يقول لك تبدلت على خاطر دبر فلوس ولا خاطر وليت له خدمه يعني صحيح مانيش قاعد ناخذ في فلوس بريسك جمله من اليوتيوب اما بالرسمي المحبه نتاع العباد معناتها كيفاش العباد تحبك بالصفه هذيك والعباد تستنى في الفيديو بتاعك ومساجات نتاع عباد تحبك بالصفه هذيك وكيما قلت لكم بدلت حياتي معناتها كومبليتمون مكي ما كان حتى شيء بعديك مكي ولا حاجة معروفة على الاخر معناتها وكما قلت لكم بليش بيكم راني معرفتش برشا عبيد عاونتني ياسر وزادك قصيت الفيديوهات تخيلها معناتها جي فهم بشكون قال لي اجا سجل في دارنا معناتها مكي ما يهمك في حتى شيء واحد قلت كيفاش عبد معناتها يوصل يعرفك من الفيديوهات وتوصل عبد يحبك كيما الدرجة هذية يلزمني ما نخليهاش الحكاية هذية ويلزمها ما تمشيش في الفارغ يكا هو من وقتها معناتها التوا مكبش في اليوتيوب جست على خاطر الحكاية هذي واللي حسيت بالرسمي محبة الناس ما تتعوضش كما يقولوها معناتها ومرسي على الاخر للناس اللي واقفة معايا وكهو اما الحاجة الوحيدة معناتها اللي ننصح بها الناس معناتها واللي تعلمتها من حياتي معناتها شوف كاراتيه ما فلحتش هاندبول ما فرحتش فوتبول فلحت وتحصل فوتبول نعتبروها ما فلحتش فهمت اما تلقى روحك في اليوتيوب معناتها ديما ما تنساش باش تجرب الحاجات الكل معناتها باش تعيش مره واحده كما يقولوا في حياتك جرب الحاجات الكل على حاجه فيهم تنجح وباز باش تنجح حاجه فيها خاطر معناتها يلزم تنجح حاجه فيهم باش تكمل بها حياتك اليوتيوب معناتها اكسبيريانس حلوه على الاخر والناس الكل معناتها كان يعرف روحه ويحب يعمل شيء يوتيوب ينجم يعمل شيء يوتيوب معناتها حاجه اكلي في مقدور الناس الكل ماهيش حاجه صعيبه anyway طولت برشا في الكلام وطولت برشا في الفيديو كان وصلت لاخر الفيديو لهنا يعرف راك من ما نحبش ارمي ما تنساش تحط لايك وتعمل شير للفيديو كان عجبك اعمل شير ما عجبكش ما تعمل الشير ديجا علاش باش تعمل لي شير لحياتي معناتها لقيت ما تعمل في حياتك كلش يلا هما تحصلوا لايك شير سبسكرايب ام بيس نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي باش تخرج على قريب زاد تهنيوا عائده اليكم من جديد